ورجعنا على استوديو وشو بيقول الكبير وصل التليفون اللي كنا منتظرينه من الهواوي. يعني كل التكنولوجيا اللي بيحطوها بالسنة وبيشتغلوا فيها بالسنة كامل الهواوي بيحطوها بالميت سري الميت. هون هلأ مش طبيعة، هون قاعدين مرتاحين. خلينا أول شيء نشوف العلبة شو موجود فيها. المميز بالعلبة الشاحن 66 واط. ما بعرف ليش 66 مش 65، هالواط لزيادة ليش؟ أنا بعرف ليش بس أوكي، مع السلك والسماعات التايب سي وبس، والجراب كمان هيدا منيح. شفنا اللي بالعلبة، خلينا نشوف التليفون. بخلال السنة كلها يعني قديش بنشوف تليفونات وأيام بنضيع بالتليفون، بنقول هذا التليفون ماركته كذا أو هذا الماركته هيك، وبس تحطهم هيك كلهم على ظهرهم، لحظة حطه بالنص أوكي، بتقول معقولة هذا يكون هيك أو هذا هيك. مع الهواوي ومع الميت في دي ان اي، في هيك سلالة من مش كتير بتلاقي انه متغير أو بتلاقي انه معروف هيدا التليفون من ظهره. الكاميرا هاي اللي ورا السيركل اللي بيسموها السبيس رينج الهواوي، انا بسميها اللورد اوف ذا رينجز مثل الفيلم. بيجي التليفون بابعاد 162.9 ملي للارتفاع و 75.5 للعرض، سماكة 9.1 ملي مع وزن 212 جرام. المتانة الموجودة والخامات المستخدمة بتيجي بالتليفون من الإزاز مع الإطار اللي عم نشوفه هون من الألمنيوم. التليفون بيجي مقاوم للمي والغبار والرذاذ كمان، يعني هيك الطرطشة تبعون، بمعدل الـ IP68. بيدعم شريحتين اتصال من نوع النانو سيم كارد، وبيجي ميكروفونات تبعه فيها عزل ضوضاء، وهذا الشيء تعودنا فيه حتى بالبي 40 كمان مع عزل الضجيج. الحلو فيه للتليفون انه صار فيه او موجود السماعات الستيريو، وقت بكون عم نحضر فيديو او كون عم نحضر شيء على الانترنت موجود عندك سماعات ستيريو. بيجي منفذ اليو اس بي من نوع التايب سي مع دعم كمان لخاصية الاو تي جي، يعني فينا نحط يو اس بي برا وفينا نشوف على التليفون كل شيء موجود على اليو اس بي، هذا بيسهل علينا شغل كتير. بيتوفر التليفون باللون الفضي، في الابيض وفي الاسود وفي السيلفر وفي الوان تانية. وخلينا نوقف شوي يا دلاتي، مرحبا كيفك، بقول لك مرحبا شوي على هذا الموضوع. شو شايف لونه هيدا التليفون؟ احمر، اخضر، ازرق، فضي، سيلفر، شو حاطين بالعلبة؟ هون حاطين سيلفر. سيلفر الجميل بالخبرية والحلو بالخبرية بياخد ريفلكشن على شو ما كان في اضاءة حدك، يعني ما بتزهق منه للون، كل شوي بيكون عندنا لون شكل. وبنوصل للشاشة، تيجي مثل سميتها مثل نقطة المي الشاشة. أول شفنا هون اللي بتغري مع الحواف هون مع زاوية 88 درجة عاملينها حتى انه يعني هيك، بس تحطه للتليفون، مش هحطه خليك تشوف، انت شايف شاشة مش شايف النتوءات، مبين عندك نتوءات داير من دار مش موجودة، تيجي من نوع الأوليد. مساحتها 6.76 وبدقة 1344 ب 2772 بيكسل، معدل كثافة 456 بيكسل لكل إنش، بإضافة كمان بتدعم وضعية الـ HDR10 ومعدل التحديث
90. ميت 40 برو العتاد الموجود فيه بده يكون أقوى شيء للهواوي، ومش بس للهواوي، لكل أو لمنافسين، مش حول منافسين، لأقرب التليفونات لإلها. وحاطي مثل على هذا الموضوع، أول شيء بدي أقول أنه بيجي بمعالج الكرن 9000 5G 8 نواة، تكنولوجية الـ 5 نانو. جهاز مثل هيدا والهواوي بيقولوا حاطين 15 بليونز فاصل 3 ترانزميتر. تنوضح الفرق بينه وبين أقرب المنافسين، أو مش حقول منافسين، أقرب تليفون نزل الآيفون 12، حنلاقي أنه متفوق عليه بـ 30% تقريبا. آيفون 12 A14 كبير، الرقم كبير. بيتوفر التليفون بإصدارين من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية. يجي الإصدار الأول 256 جيجا من نوع الـ UFC 3.1 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت. أما الإصدار الثاني بيجي بذاكرة صلبة 512 جيجا من نوع 3.1 UFC مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت. بيدعم التليفون إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري النانو ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت، وبيكون محل الشريحة الثانية اللي بتيجي بالتليفون. بيعمل بالنظام اندرويد 10 مع واجهة الهواوي الـ EMUI 11. معلومات أكثر عن الـ EMUI 11 حكينا فيه من قبل بفيديو مفصل. خاصية الـ Always On Display اللي صار اسمه I Always Display On Display، اللي هي يعني بتحط تليفون هيك اوكي مسكر وبس تقرب عليها بيدور لحاله. شفتوا على الكاميرا هون. بيدعم التليفون مستشعر البصمة اللي بيجي تحت الشاشة مع خاصية الفيس انلوك عن طريق الانفراريد حتى بالإضاءة الخافتة. هواوي يعني شغلتين. أول شيء كاميرا، يعني احنا بس نقول هواوي ليش بدك تجيب هواوي، بقول كرمال كاميرا وشي تاني. هلا بنحكي عن شي تاني. هون عم نحكي عن كاميرا السيلفي الموجودة. مرحبا يا هاب، ليش هيك اللحية؟ طب قولوا لي يا زلمة. كاميرا مزدوجة بتيجي أول واحدة ألترا فيجن 13 ميجا بيكسل فتحة 2.4 تدعم التصوير الواسع. أما الكاميرا الثانية بتيجي للدبث، لخاصية العزل البورتري، مع كمان ما بدنا ننسى قصة الفيس لوك الفيس أنلوك اللي هي بتيجي بالكاميرا، وبتدعم الكاميرا تصوير الفيديو 4K بدقة 2160 بيكسل، معدل التقاط 30 و60 إطار بالثانية، وبتدعم تصوير الفول اتش دي بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 60 و 240 إطار بالثانية. أما الكاميرات اللورد اوف ذا رينج اللي سميتهم اللي ورا، الكاميرا الأولى اللي بتيجي عنا إياها الألترا فيجن الأولانية الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9. كاميرا بتدعم المثبت البصري بالعربي، اللي هي إذا إحنا عم نصور وفي حدا موجود بالفريم بتلحقه تعمل فوكس عليه. الكاميرا الثانية بتيجي بدقة 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة 3.4، بتدعم خاصية الزوم OIS 5 مرات من دون ما نفقد أي نوع من الجودة أو تفاصيل بالصورة. الكاميرا الثالثة بتجي سينمائية دقة 20 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8، وهيدي خاصة بالتصوير الواسع أكيد، مع في عنا الفلاش والليد لايت الموجودين بالكاميرا من وراء. تدعم الكاميرا الخلفية تصوير فيديوهات بجودة 4K 2160 بيكسل معدل التقاط 30-60 إطار بالثانية، وبتدعم تصوير الفول اتش دي بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30-60 120 240 480 إطار بالثانية. تدعم الـ HD بدقة 720 بيكسل معدل التقاط 960 و 3840 إطار.
الشغلة الثانية اللي بنقولها بالهواوي من بعد الكاميرا هي البطارية. دايما بميز أجهزة الهواوي البطارية القوية والكاميرا الجميلة بتكون الرائعة. بطارية الميت 40 برو بتيجي ب 4400 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، والشحن العكسي بقوة 5 واط. هيدي القلب اللي بتخوف، ها؟ يعني في ناس بينطروا الحلقة للآخر بس تيسمعوا شو بدي أحكي ملاحظات عندي أو عتب عندي. شغلة صغيرة، ال 120 هرتز. أنا بعرف إنه أنتوا فيكوا تحطوها 120، بس ليش ما عملتوها 120؟ ما بعرف. 90 كتير منيح، رائع 90، وأنا شخصيا كنت مستعمل البي 40 برو صار لي فترة وأبدا ما عاني من الموضوع كانت، بس في بالسوق 120، ليش ما رحنا نصوب ال 120؟ يمكن محضرينه لشيء تاني، ما بعرف. كلمة أخيرة بدي أقولها، ممكن تكون هيدي آخر أندرويد عم نستعمله لتليفون الهواوي، ممكن نشوف الهارموني. دايما دايما بقول هارموني او اس ناطرينه، في أشخاص كتير ناطرينه، ونكون نحن مش معتمدين على غير شركات. وشو عم بقول نحن نكون مش معتمدين، بس كون عم نحكي عن هواوي كهواوي، يكون في سيستم منافس جديد للآي او اس وللأندرويد. ممكن يكون هذا آخر تليفون عم نشوفه عم يمشي بهيدا السيستم، ما بعرف. يمكن من بعد ما شفنا موضوع المزايا الموجودة بالميت 40 برو قديش هي كتيرة، صرنا نفهم شوي ليش في حظر على الهواوي. يمكن لو ما موضوع الحظر كان هيدا هو مش يمكن هو الأسكى، هو التليفون الأسكى، بس كان أسهل للناس تقول إنه دغري تروح تركض صوب الهواوي وتاخد التليفون. بدي أذكر إنه الجوجل بعده مش موجود، بس الباتل سيرش موجود. الأب تبعون الهواوي نفسها كصايرة رقم 3 بالعالم من حيث إنه الابليكيشنز الموجودة، زائد إنه صار في كتير ابليكيشنز تانية مثل يعني غير الجوجلز ماب الموجودة، صارت موجودة كهواوي موجودة عندهم وبتستعملون كابليكيشنز تقريبا بتعطينا نفس اللي كنا بدنا اياه من الجوجل. عجبني موضوع انه صار في الفوليوم هون وبنفس الوقت نعمل دبل كليك هون صار في، تعرف رجيك يا محمد شايفها؟ ها ما فيش فوليوم، الفوليوم هون اوكي. عم بيقول لي انه صار في عندك تليفون جديد. هذا كان كل شيء اليوم مع الهواوي ميت 40 برو. حلقة جديدة جمعة الجاية، و باي.